بسم الله الرحمن الرحيم. هل عطية حسين خليل بنام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حسين قائد ثورة 23 يوليو بمناسبة 100 في عيد ميلاده؟ فإني ذكريات عبد الناصر عظيمة وتسيرة جدا، وإن الزعيم عبد الناصر ترك بصمات في تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية. مواقف عبد الناصر بمناسبة عيد ميلاده كانت مواقف وطنية ليس يرغب فيها مصر فقط، إنما فعلا التاريخ والعالم سوف يشهد لعبد الناصر بأنه قام بتحرير الوطن العربي. غامت الثورات من أبناء الوطن العربي وتحرر الوطن العربي، ولا يعطوا فرصة لأي استعمار غربي أن يحتل أو يستولي على أي جمهورية في زي ليبيا وزي العراق وزي اليمن وجميع مختلف الدول العربية الأخرى. وتاني ميوله لقارة أفريقيا وشعوبها وانضمامها إلى مصر حتى يشعر دائما نحن إنسانية وطن واحد في الأمة العربية والإسلامية. سيد الحاج حسين يرى عبد الناصر في طفولته كان دايما يبشر به ويقول هذا ابني له شأن عظيم، هذا ابني له شأن عظيم. وفي يوم من الأيام فعلا سيد الحاج حسين وتان عبد الناصر وظباط الرفقاء ومعاه في منزلنا في بني مر في مسقط عبد الناصر، فسيد قال له إن شاء الله هتبقى حاجة تعبيرة خالص. فابتسمت غلط عبد الناصر وقال له اسمه تسيت الأحسن المالك تسمع وما نعرفش ايه اللي يحصل. وتن منبئ له سيد الحاج حسين ان عبد الناصر في يوم من الايام هيبقى في الشعب، هيبقى من خلفه، وتنيابة عن رؤية شافة في المنام فعلية وحتها لعم عبد الناصر والابنه، وتحققت بعد فترة من الوقت.